أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور السبت 31 يوليو تموز 2021. لقد حان الوقت لأخذ استراحة من جدولك المزدحم وإلقاء نظرة هادئة على محيطك وحالتك. لقد كنت تتسرع في الوفاء بالتزاماتك المختلفة، الآن لقد أكملت كل ما يمكنك القيام به، وحان الوقت للاسترخاء والاستمتاع بثمار تخطيطك وجهودك. عاطفيا، أنت تميل إلى تجاهل حياتك العاطفية وشريكك لأنك تكرس المزيد من الوقت لعملك ومهنتك. لقد فهم شريكك تماما، ولكن الآن قد تظهر عليه علامات نفاذ الصبر. من الأهمية بمكان أن تنتبه إلى حياتك الشخصية قبل أن تتطور إلى أزمة كاملة، ومع ذلك قد لا تدرك المشكلة حتى فوات الأوان. مهنيا، قد يظهر عدد من المشاكل البسيطة في العمل اليوم والتي تمنعك من القيام بعملك بسلام. أنت بحاجة إلى جرعة كبيرة من الصبر اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المرؤوس. لا تستلم للتهدئة، بدلا من ذلك تحتاج إلى التعامل معه بذكاء حتى لا تؤثر على معنويات المجموعة بأكملها. صحيا، سيكون اليوم ضرائب قليلة عليك. قد تجد نفسك متوترا، قد تحدث آلام للرقبة. ينصح بالسير والانحناء بعد كل ساعتين من العمل، سيؤدي ذلك إلى شد عضلاتك وإرخائها. يمكنك أيضا التخطيط لجلسة تدليك أو علاج للاسترخاء. لا تنسى التخلص من توترك مرة أخرى وأنت جالس للتدليك.